حقيقة هذا المؤتمر اللي تم عقده في دولة الكويت حاليا حاولنا جمع ممثلي القطاع الخاص بقضاياهم ومشاكلهم في ذات المكان مع ممثلي هيئات إنفاذ القانون. قمنا بتسهيل هذا التواصل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل حل القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية والتي تؤثر على الجانبين معا. من ضمن واحدة من القضايا التي قمنا بتسهيل التواصل فيما بينها كانت خاصة بانتهاكات حقوق البث التلفزيوني والتي يتم انتهاكها عبر شبكة من السيرفرات، بعضها موجود في الكويت، بعضها موجود في مصر، بعضها موجود في تونس. من هنا نرى البعد الدولي والعابر للحدود لجرائم الملكية الفكرية. جريمة الملكية الفكرية في هذه القضية التي نعمل عليها حاليا هي جريمة مرتبطة ارتباط لصيق في جرائم السايبرية أو الجرائم المعلوماتية. فلولا التقدم التكنولوجي ولولا وجود شبكة الإنترنت لم يكن هناك انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، أي لم يكن هناك سرقة لحقوق البث التلفزيوني. حاليا نقوم بالتنسيق في هذه القضية ما بين قسم حقوق الملكية الفكرية، قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية وانتربول الكويت بالتعاون مع زملائهم في مصر، في تونس، وأيضا جميع من له علاقة في هذا النوع من الجريمة. الأمانة العامة للانتربول تقوم بتنسيق هذه الجهود فيما بينها بالنهاية وصولا إلى مكان السيرفرات التي تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بهدف إسقاطها وإلقاء القبض على المسؤولين عنها. طبعا كما هو معروف أصبحت الجرائم لها البعد الدولي ولها البعد الإقليمي، لم تعد الجريمة مقتصرة على حدود الدولة فقط، وهنا تأتي دور منظمة الانتربول في تنسيق جهود هذه الدول لحماية حدود جميع الدول من الداخل ومن الخارج. الانتربول أو منظمة الانتربول تقوم بدورها في تنسيق الجهود إقليميا ومن ثم دوليا لمنع الجريمة ولإلقاء القبض على مرتكبيها. دور منظمة الانتربول هو دور تنظيمي مؤسساتي يقوم بتنسيق جهود جميع أجهزة إنفاذ القانون من أجل القضاء على البعد الإقليمي ومن ثم الدولي للجريمة العابرة للحدود. منظمة الانتربول تعمل على تغطية جميع أقاليم الدولية بمختلف الاختصاصات في ذات الوقت، لأجل ذلك هناك شبكة التواصل المأمونة I24/7، ولأجل ذلك تم إنشاء حديثا مركز مكافحة الجرائم السيبرية في سنغافورة. فإذا أصبحت الأمانة العامة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية كافة المناطق العالم جغرافيا، لأننا أصبحنا في حاجة في هذا الوقت إلى العمليات الميدانية الدولية، إلى تنسيق الجهود الشرطية على المستوى الدولي وليس على مستوى الدولة فقط. لابد الحاجة إلى منظمة الانتربول وإلى تنسيق جهود الشرطة دوليا أصبحت بالزياد يوما بعد يوم، لأن الجريمة أصبحت تأخذ بعدها الدولي أكثر فأكثر. نحن على سبيل المثال في تعاون دائم مع أقسام الشرطة الدولية التي هي تقوم باستخدام وسائل الانتربول، التي تقوم بإصدار النشرات، التي تقوم بتحذير الدول، التي تقوم بالمشاركة الفعلية نقطة بنقطة في العمليات الميدانية التي تنظمها منظمة الانتربول. طبعا من موقعي كجهة اتصال لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قمنا خلال الأربع سنوات الماضية بإنجاز العديد من المراحل والخطوات الهامة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والإتجار بالسلع غير المشروعة في هذا الإقليم. نحن دائما نتطلع إلى المضي قدما مع دول الإقليم في بعد آخر من التعاون، في بعد أكثر إقليمية، أكثر شمولية، أكثر دولية للتعاون الشرطي. لازلنا نسعى يوما بعد يوم إلى إضافات عدة من دول الإقليم إلى مشاركات أكبر من دول الإقليم، كما أننا نسعى إلى تحقيق هذا التعاون العملياتي فيما بين دول الإقليم بحيث يصبح آنياً ومطارداً لحظة بلحظة لكل المنظمات الإجرامية التي يمكن أن تعمل على نطاق إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.